ايه احساسك بربنا؟ ايه احساسك بربنا؟ ايه اللي تعرفه عنه؟ ايه اللي تعرفه عن صفاته؟ ايه مدى علاقة هذه الصفات بيك؟ الله محبة، ما علاقتك بهذه المحبة اللي هي الله؟ الله رحيم، ايه علاقتك بالرحمة؟ الله موجود، ايه علاقتك بيه بوجوده؟ ايه قيمة ربنا في حياتك؟ المسيح سأل التلاميذ: من تظنون اني انا؟ من تقولون اني انا؟ انا ابقى ايه؟ وما زال ربنا بيسألك: انا ابقى ايه؟ انا ابقى ايه؟ في واحد يقول له: انت يا رب، انا هقول لك انت ايه. انت الاب، الاب اللي كله حنان وعطف، ابويا الخصوصي، ابويا الخصوصي، مش الاب الجسدي، انت لي اب خصوصي. وانت يا رب الصديق، صديقي الخصوصي. وانت يا رب الحبيب، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. انت يا رب العشرة اللي ما اقدرش استغني عنها ابدا، بك اوجد واحيا واتحرك. انت لست فكرة، انت في كياني، انت في روحي، انت في جسدي، انت في دمي، انت في فكري، انت بالنسبة لي كل حاجة. انت بالنسبة لي، انت اللي بتعمل فيا، انا لا اعمل، انت العامل، انت المحرك، انا بتحرك بيك، انت الموجه، انت تعمل فيا، انت تعمل معي، انت تعمل بي. ربما لا افهمك، ولكني احسك، ادركك ادراك داخلي لا يعبر عنه. انا عارفك، لكن الالفاظ ما بتقدرش تعبر عن معرفتي ليك. سؤال تاني: هل ربنا ده خارج منك ولا داخل فيك؟ يعني في حاجة خارجك اسمها ربنا، في حاجة في السماء اسمها ربنا؟ لما اقول يا رب، ابص لفوق ولا ابص لجوه؟ ابص في السماء ولا ابص في قلبي؟ فين ربنا ده موجود فين؟ بالنسبة ليك، هل انت عرفت ربنا ولا لسه ما عرفتوش؟ هل عرفت ربنا ولا لسه ما عرفتوش؟ ايه ربنا بالنسبة لك؟ انت تعرفه ولا ما تعرفوش؟ ايه ربنا بالنسبة لك؟ انت تعرفه ولا ما تعرفوش؟ هل في اختبار بالنسبة لربنا ولا مفيش؟ هل عشت معاه ولا ما عشتش معاه؟ هل ربنا بالنسبة لك فكرة أم وجود؟ يعني في فكرة اسمها ربنا، ولا في وجود حقيقي، كيان حقيقي اسمه ربنا؟ ايه اللي موجود؟ ايه مكانة ربنا في حياتك؟ من لا يبغض حتى نفسه من اجلي لا يستطيع ان يكون لي تلميذا. هل انت نفسك بتحبها اكتر من ربنا؟
متعك الشخصية، لذاتك الشخصية، أفراحك الشخصية، ماليتك الشخصية، حريتك الشخصية. هل بتحب ده أكتر من ربنا؟ إيه قيمة ربنا في حياتك؟ إيه قيمة ربنا في حياتك؟ ولا واحد فيكو إلا وبيقول يا رب، وكلكو تؤمنوا بالله وكلكو بتقولوا ربنا، لكن إيه مركز ربنا في حياتك؟ ربنا بيجي في ودان كل واحد فينا ويقول له كلمة في سرك، جاوبها في السر وأنا هكتم السر وما أقولش لحد. إيه مركزي في حياتك؟ إيه مركزي في حبك؟ إيه مركزي في مشغولياتك؟ أنا فين وإنت فين؟ عشان كده قلتلكوا على ما أظن، اسأل نفسك أين موقعك على خريطة الله؟ أين موضعك على خريطة الله؟ أنت فين؟ حدد علاقتك بربنا، حدد علاقتك. في إنسان بيصلي وملهوش علاقة بربنا، بيصلي وملهوش علاقة بربنا، وربنا بيقول حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع. مفيش علاقة. بيقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. بيصلي ومفيش علاقة. وفي إنسان بيصوم ومفيش علاقة، كل علاقته بالصوم ايه نوع الاكل، ايه ميعاد الاكل، ايه الجوع من، لكن علاقة مفيش علاقة. وفي انسان بيروح الكنيسة يسمع ويتكلم ويتقابل باصحابه وبرضه ربنا مفيش علاقة. وفي انسان بيقرأ الكتاب المقدس يزداد معلومات ومعرفة ويدرسهم في مدارس الأحد وبينه وبين ربنا مفيش علاقة.